أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة، نستعرض ونناقش فيها الأحداث والتطورات والمستجدات في محافظة المهرة. نسلط الضوء في هذه الحلقة على الإدانات المستمرة لمجازر الاحتلال وتضامن الشعبي الواسع مع الفلسطينيين وملفات أخرى. أهلا بكم من جديد. البداية من ردود الفعل إزاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، حيث دان المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى المجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. وخلال اجتماع عقدته الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، دعا مبارك رعفيت المجلس لمناصرة الشعب الفلسطيني بجميع الطرق المسموحة والمتاحة. وفيما يخص الشأن المحلي، أكد رعفيت أن المجلس العام برئاسة السلطان محمد عبد الله العفرار متابع للأحداث التي تجري في المحافظة باستمرار، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة. بدورها نظمت لجنة الاعتصام السلمي بمديريتي سيحوت والمسيلة في المهرة فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من مجازر وجرائم إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني. وتوافد العديد من المواطنين في المديريتين إلى مقر اللجنة لحضور الفعالية والمشاركة في التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين نصرتهم للقضية الفلسطينية واستنكارهم للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة. أول نشكر القيادة اللجنة الاعتصام في محافظة المهرة على حضورهم مع أبناء مديرية المسيلة وصيحوت. إن نحن اليوم في الميدان قبل أيام نسمع عند بعض المكونات المدعومة خارجية تتكلم باسم المسيلة وصيحوت إن أبناء مديرية المسيلة وصيحوت ها هما اليوم في الميدان. من أبناء محافظة المهرة ومن مديرية سيحوت والمسيلة نتضامن ونشارك هذه الجموع القفيرة وهذه الجموع التي تتوافد إلى هذه الساحة، إلى ساحة العزة والكرامة، لنعلن اليوم تضامننا القوي وتضامننا مع شعب فلسطين وما يحدث لشعب فلسطين من المجازر، من كيان القطرسة، من كيان الإرهاب، من الكيان اليهودي، هذا الكيان المزروع في ظهر الأمة العربية. فنحن في محافظة المهرة ومن هذا المكان الأبي ومن هذا هذه الساحة، ساحة الأحرار، من خلفنا تشاهدون هؤلاء الأحرار والحراير الذين ينطلقوا من هذه المديرية، مديرية سيحوت المسيلة، ليعلنوا تضامنهم مع الشعب العربي الفلسطيني. اجتمع أبناء سيحوت المسيلة وأحيوا هذه الذكرى تضامنا مع أبناء غزة في فلسطين. وهذه الرسالة تعتبر رسالة إلى حكام العرب، إلى العرب المتخاذلين المنبطحين الذين تنازلوا عن كل الأخلاقيات والمبادئ التي تعلمناها من الدين الإسلامي. نحن أتينا لسيحوت لنتضامن مع الشعب الفلسطيني في المهرجان التي قامته أو لجنة الاعتصام في سيحوت والمسيلة، وكان المهرجان حاشد كبير جداً، ونتمنى ونتضامن مع الشعب الفلسطيني الجريح. من جانبه، أكد رئيس الدائرة الأمنية بلجنة الاعتصام السلمي في المهرة مسلم رعفيت تمسك اللجنة بتحقيق أهدافها المتمثلة بإنهاء الوجود الأجنبي في محافظة المهرة. إننا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة نهني كافة أبناء اليمن في الداخل والخارج هذه المناسبة الوطنية التي نتفاعل معها بمشاعر وطنية، بمشاعر وطنية وخالصة من أجل الشهداء الذين سقطوا من أجل هذا الوطن قديما وحاضرا. إننا في لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة نؤكد تمسكنا ومضينا في تحقيق أهداف
ومبادئ لجنة الإعصام المتمثلة في رحيل الاحتلال السعودي الإماراتي وكل القوات الأجنبية. شارك العشرات من المواطنين في مديريتي سيحوت والمسيلة في المهرجان التضامني مع الشعب الفلسطيني الذي دعت إليه لجنة الاعتصام السلمي بالمديريتين، حيث عبر أبناء سيحوت والمسيلة في الفعالية عن تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من إبادة جماعية وتهجير للسكان من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتابع تفاصيل الفعالية في التقرير التالي. من مختلف مناطق مديريتي سيحوت والمسيلة توفد هؤلاء المواطنون إلى مقر لجنة الاعتصام السلمي في منطقة العيس للمشاركة في المهرجان التضامني الذي أقامته لجنة الاعتصام السلمي بمديريتي سيحوت والمسيلة بقيادة الشيخ سالم سعد الزويدي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. جينا اليوم أحرار سيحوت والمسيلة تحت رعاية الزعيم علي سالم الحريزي وتحت رعاية الشيخ سالم سعد غتوري الزويدي، كلنا من أجل غزة وإن شاء الله تتحرر غزة، يموت الأطفال والكبار والحريم والنساء تحت القصف الغادر الإسرائيلي العدو الإسرائيلي، لازم تنتصر غزة وإن شاء الله حرار المهرة يتكاتفوا مع غزة وإن شاء الله تنتصر بإذن الله. رافعين أعلام فلسطين ومرددين هتافات وعبارات تدعم المقاومة، عبر أبناء سيحوت والمسيلة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يمارس الاحتلال الإسرائيلي ضده شتى صور الجريمة باستهداف المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، حيث دعا المشاركون إلى وقف المجازر بحق الفلسطينيين في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. غزة مهما طال بها الزمان فهي صامدة أبية، تحدث العالم وبكل اعتزاز، وفلسطين أرض الشهداء والجرحى الذين سطروا سطور في ميادين الجهاد والشرف والنصر والانتصار. هذا المهرجان الذي شاركت فيه كل فئات المجتمع في المديريتين من رجال ونساء وأطفال جسدت روح التعاون والنصرة من قبل أبناء مديريتي سيحوت والمسيلة تجاه إخوانهم في فلسطين، وأعطى دلالة واضحة على عدم قبول الشعوب الحرة أي احتلال خارجي يمارس الإذلال والضيم ضدهم. أيها المناضلين الأحرار المناصرين لغزة، غزة الشروخ والصمود كما تعلمون بأن في السياق الرسمي دشن الوكيل الأول للمهرة العميد مختار الجعفري توزيع 255 حقيبة إيوائية على المتضررين من الحالة المدارية تيج بمديرية الغيضة ضمن مشروع الاستجابة الطارئة. خلال التدشين أشار الوكيل الجعفري إلى أن المهرة تعرضت لإعصار مدمر أواخر أكتوبر الماضي خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، واضطر الآلاف إلى النزوح، مقدرا الجهود التي تبذلها المنظمات المانحة في التخفيف من معاناة المتضررين من الإعصار المدني تيج. وأوضح الوكيل أن المحافظة بأمس الحاجة إلى تدخل المنظمات الدولية المانحة لكون الأضرار الناجمة عن إعصار تيج جسيمة وبالغة، وتستدعي تدخلا عاجلا من قبل الحكومة والمنظمات الدولية الداعمة لإسناد جهود وخطط السلطة المحلية في التعافي من الكارثة. في هذا اليوم نيابة عن المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر ندشن الدعم المقدم لمحافظة المهرة من برنامج التنمية الإنسانية عبر قطر الخيرية وعبر منظمة ستارت نيتورك، دعم للمحافظة. كما يعلم الجميع أن المهرة تعرضت مؤخرا لإعصار تيج وكان الأضرار بالغة في المحافظة، سواء كان في الخدمات العامة البنية التحتية أو ممتلكات المواطنين من سيارات ومنازل وغيرها محلات تجارية. فجاءت هذه المنظمات داعمة لما شهدتها المحافظة مؤخرا. نقدر هذه الجهود ونؤكد عن أن السلطة المحلية سنقدم كل الدعم مثل هذه المنظمات الداعمة لأبناء المهرة ولما تعرضوا له مؤخرا من أضرار بالغة نتيجة هذا الإعصار. اليوم ندشن 255 حالة إيواء مقدمة لأبناء مديريتي الغيضة وحصوين وجزء من مديرية حوف، هذه المديريات التي كان الضرر فيها بالغ وكانت أكثر ضررا من باقي المديريات. في هذا اليوم ندشن توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من إعصار تيج بمحافظة المهرة والذي يستفيد منها 255 أسرة بدورنا في مكتب الشؤون الاجتماعية
نشكر المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية الذي استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المكتب أثر الكارثة الذي تعرضت لها المحافظة. أيضا نشكر هذه الجهة المنفذة برنامج التنمية الإنسانية والممولة أيضا جمعية قطر على تنفيذ هذه المواد الإيوائية في محافظة المهرة. على صعيد آخر، نفذ المدير العام لجبرك شاحن ثابت عوض مبارك ومعه إدارة الجودة والمقاييس عملية إتلاف ل240 علبة من مشروب الفيمتو لانتهاء صلاحيتها بهدف الحفاظ على صحة المجتمع. وشارك في عملية الإتلاف القاضي أحمد عبد الله بالحاف وكيل نيابة مديرية شحن والدكتور علي بن علي ناشر نائب المدير لشؤون المكافحة والضابطة الجمركية ونائب مدير إدارة الضابطة أحمد بالحاف والجهة الأمنية والعسكرية. أدت الظروف الاقتصادية الصعبة في محافظة المهرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عزوف المواطنين عن شرائها، ما حمل التجار في المحافظة على خفض الأسعار وسط مخاوف لدى المواطنين من قرب تاريخ انتهاء تلك الصراع. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد عجز كبير لدى المواطنين في المهرة عن الشراء نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار، اضطر التجار إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية في معظم المحال بمديرية الغيبة. بالنسبة للمنتجات عندنا منتجات وتخفيضات رائعة من قبل التجار، تساعدوا معنا وتعاونوا معنا، والسبب أنه كان في إعصار قبل فترة، لذلك تكثف التجار ونزلوا بالمنتجات ما يقارب 25 أو 30%. يعني اشتري حاجة معينة أو أغراض معينة ب30,000 ريال وتدخل بقسيمة السحوبات معنا، معنا 15 قسيمة سحب. مثلا تشتري رز الربان أبو 20 ب44,800 تحصل على دبة زيت 3 لتر. ونتيجة تدهور حالتهم المعيشية التي يمرون بها، توافد المواطنون على الشراء دون التأكد من سلامة المواد الغذائية وتاريخ انتهائها، وسط مطالبات لمكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني لفحص تلك المواد الغذائية والتأكد من تاريخ انتهائها من خلال معامل وأجهزة خاصة. التجار الكبار في محافظة المهرة يقوموا بتكتيس البضائع لفترات طويلة، سنوات قد ربما تتعدى إلى أكثر من سنة وأكثر من سنتين، وعندما تتكدس البضائع في المحلات وعزوف الناس عن شراء هذه الأشياء نتيجة للغلاء الموجود وعدم قدرة الناس على شراء هذه الأشياء الغالية والمواد الغذائية، فيكتفوا في الحاجة البسيطة، مما يضطر التجار إلى عدم شراء الناس فيقومون بخفض الأسعار حتى يقوم الناس في العزوف اللي عندهم أو الشراء منهم. طبعا في بعض الناس يفعل تخفيضات صحيحة يعني يخفض، وفي بعض الناس تخفيضات وهمية حتى أنه يوهم الناس على الشراء وهو لا يوجد فيها تخفيضات أصلا. إتلاف المواد الغذائية خلال الأيام الماضية بكميات كبيرة من قبل الجهات المختصة جعل المواطنين يطالبون الجهات المعنية بتشديد الرقابة والتفتيش على تلك المواد التي عرضت بأسعار مخفضة في جميع الأسواق والتأكد من محتواها. هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطنون نتيجة انقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل لذوي الدخل المحدود وتدهور العملة الوطنية تحتم على الحكومة وضع دراسات اقتصادية مجدية تساعد المواطنين على الحصول على فرص عمل تعود عليهم بالدخل ليتمكنوا من توفير متطلباتهم الضرورية. للتعليق أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مدير حماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة شكري الأسد. أهلا بكم معنا أستاذ شكري. إذا معلومات كشفت عن تخفيض التجار لأسعار مواد غذائية بهدف التخلص منها، لكن في المقابل هناك تخوفات لدى المواطنين في أن تلك المواد انتهت أو قارب تاريخها على الانتهاء، ما تعليقكم في ذلك؟ في البداية التحية الكبيرة والكثيرة لكم أنتم في الأخوة والإخوة المستمعين والمشاهدين المواطنين في كل مكان، كل عام وارد الجميع بخير، الجميع في أمن وأمان والسعادة والسلام إن شاء الله. نسبة العام الجديد في البداية
نحن نشكر لكم تلمسكم الرومة والقضايا اللي تمس الأمن الغذائي للمستشفى الكريم. نعم. نحن في مكتب الصناعة والتجارة نسعى جاهدين وبكل ما أتينا من إمكانيات متاحة للرقابة على الأمن الغذائي أو للحرص المكتب على سلامة الأمن الغذائي للمستهلك الكريم، وذلك من خلال النزولات والحملات الميدانية التي يقوم بها مكتب الصناعة والتجارة في عموم مديرية محافظة المهرة وتقييم الوضع النشاط التجاري بشكل عام. كما تعلمون أو سمعتم مكتب الصناعة والتجارة خلال هذا العام له جهود قام من خلالها بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المصنوعة. نعم، إذن هل من إجراءات أخرى قامت؟ نعم أستاذي، هل من إجراءات أقامت بها السلطة المحلية في ظل مطالبات شعبية بتكثيف الرقابة والنزولات الميدانية لمعاينة تواريخ الانتهاء؟ نعم، نزولا عند طلب الإخوة المواطنين وتوجيهات السلطة المحلية لمكتب الصناعة والتجارة كذلك الوزارة الصناعة والتجارة المكتب يكثف كما أسلفت نزولات ميدانية خاصة في هذه الأوقات الأخيرة أو الشهور الأخيرة من العام، وذلك نظرا لوجود كميات كبيرة من المقاربة على الانتهاء أو التي انتهت بسبب سوء التخزين أو سوء النقل أو بتعرضها لظروف بيئية قاسية. المكتب كما سمعتم له كميات كبيرة خلال الشهرين الماضيين، شهر 11 وشهر 12 في بداية شهر 12 حوالي 22 طن من المواد الغذائية المتنوعة. نعم. إذن كان معنا عبر الهاتف مدير حماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة شكري الأسد، شكرا جزيلا لك. بهذا القدر مشاهدينا نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية في محافظة المهرة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة، في أمان الله.